انا رجعت كل التمام، ويوم ما شريف اختفى لحد دلوقتي. شريف طلع اقوى مني بكتير. هاي، ازيك؟ انا دوري دور فاطمه، اللي هي اخت شريف اللي احنا بندور عليه، واخت مصطفى اللي بيدور على شريف برضو. وهي كاركتر فاطمه ليها انترس معينه في السحر والشعوذه والكلام ده، فهي بتستخدم الحاجه دي من هي تعرف شريف فين. ما ده من اكتر الحاجات اللي شدتني للدور ده، ان هو مختلف خالص سواء شكلا موضوعا وقصه كمان، كانت انترستنج قوي، ودوري اللي بلعبه فيها بالنسبه لي كان شددني قوي. انا بؤمن بربنا، طبعا يعني ربنا قال انه في ده موجود، الحاجات دي موجوده، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ابعد عنها ولا حتى اسمع قصص عنها، يعني بخاف جدا. لا، هو في مشهد يعني لينا كلنا، هو اول مشهد، هو مشهد طويل جدا بياخد حلقات، وهو مشهد عيد ميلاد يمنى اللي هي صبا، فانا بالنسبه لي المشهد ده مميز جدا. بصي بصراحه يعني في الاول كنت اللي هو ايه، بشوف كده ايه نظام الناس دي، احنا ايه هنقضي مع بعض وقت طويل فعايزين نفهم. كنت متفائله شويه لان عبد العزيز النجار انا اعرفه من قبل كده، من ايام ما كان لسه بيكتب، وهو شخصيه لطيفه جدا، وكنا طول الوقت بنقول عايزين نشتغل مع بعض. وبصراحه برضو انا في ناس كان نفسي اشتغل معاها، زي صبا مبارك، زي شاهين، الناس دي مع حفظ الالقاب طبعا نفسي اشتغل معاها، بس برضو ما تعرفيش لما تبقوا تشتغلوا مع بعض في اللوكيشن هيبقوا ايه النظام. بس الحمد لله لذيذ جدا، فبقيت ببقى متحمسه ان انا عندي اوردر وجايه اللوكيشن. لا يعني بالنسبه لي، وكونت صداقات مهمة جدا، أهمهم يعني صفوة، شخصية فريدة من نوعها جدا، وشاهين وصبا طبعا. مش عارفة، دايما بتسأل السؤال ده وحقيقي ما بعرفش إجابته، يعني هي حاجة كوميدي؟ لأ، هو طول الوقت شاهين أكتر إنسان كوميدي تقابليه في حياتك، فهو طول ما إحنا قاعدين أصلا إفيهات يعني، فالحمد لله أنا معظم دوري معاه، فلا خلى الموضوع مرح بشدة. أنا اللي بيحمسني في الشغل مع واتشت إن هما بيختاروا قوي الأعمال بعناية، مش أي حاجة وخلاص، ومش عدد وخلاص. ففكرة إن واتشت طبعا مع طارق الجنايني بينتجوا حاجة مع بعض، أنا بالنسبة لي عارفه ان هما يعني اصلا في التليفون من قبل ما اعرف اي حاجه خلاص الاسامي دي بتبين انت متاكده ان الناس دي بتدور على كواليتي معينه، فدي كانت حاجه حمستني جدا. وعارفه ان هما بيبقوا يعني عندهم قدر كبير من الدقه والتركيز في تفاصيل معينه، فانا سعيده بصراحه وحقيقي بحب الشغل مع واتشت. اول حاجه احساسي، حاساه ولا مش حاساه، بمعنى ان ممكن يبقى فيه دور حلو قوي قوي ويبقى اهم دور في المسلسل، بس انا مش حاساه، مش محركني، لان في الاخر انا لازم ابقى صادقه في الحاجه اللي انا بعملها، ولو انا مش محركني حاجه مش عارفه اقدم حاجه، ولا حاجه كويسه ولا حاجه مميزه، فده اول حاجه. ثانيا بقى في حاجات عارفه اللي هو يعني في حته القلب والعقل، بقى فكر بقى اللي هو مين اللي بيكتب، مين اللي بيخرج، مين اللي بينتج، دي كلها بتبقى حاجات. وطبعا اهم حاجه الورق، الحدوته عباره عن ايه، الورق ده هو الاساس، اللي هو السكريبت ده، السيناريو هو اساس اي حاجه، هو اللي بيخلي اصلا حاجات، لو مخرج شاطر هيبقى حلو، لو مصور شاطر هيبقى حلو. طبعا كتير بيبقى فيه سكريبت حلو ومخرج نص نص مش عارف ايه وبيبان برضو، بس ده حجر الاساس. لا انا رمضان ده بحبه جدا، وبيبقى وقت اولا الواحد يعني ياخد باله من الحته الروحانيه شويه، وتاني حاجه فعلا يتواصل مع كل الناس، العيله، ويتواصل مع كل الناس اللي هو بقى فاهمه بتوع المدرسه، انا بموت في اللمه بصراحه وبحبها بجد، فبتبسط.
كلمة واحدة. صفوة بجد شكرا وسعيدة اني قابلتك. صبا بجد انا حاسة ان انا ان هي فيها حاجة فيها ايقونية جدا. شاهين كلمني شكرا.